ريما الرحباني، اهلا وسهلا فيك على صوت المدى وبصباح المدى. نحن كثير مبسوطين انه عم نحكيك اليوم بهذا اللقاء. اول شيء يعطيك العافيه على الحفلتين ب7 و8 الشهر، كانت تحضيرات صعبه لهم. ايه اكيد. قد ايه اخذت؟ قالوا انه ما كثير كان في وقت للتحضير للحفلتين. مين قالوا؟ بالصحافه خبرونا انه ما كان عندكم وقت. ايه فعليا ما كان من وقت ما قررنا نعمل الحفله لوقت التنفيذ، فعليا ما كان في كتير وقت. أبدأ تقريبا يعني أخذت تحضيرات 3 أسابيع، يمكن 3 أسابيع فقط. وبدك تنتبه يعني في إشياء ما فيك من 3 أسابيع تعمليها، يعني في إشياء كل ما قرب الوقت يجي استحقاقها لتبلشي تعمليها. يعني عدد الناس، يعني لأنه كنتوا طابعين كتير كروتي وكنتوا قصدين هالتفاوت بالأسعار، يعني كنتوا بلشين من سعر كتير يعني جيد بالنسبة للناس إلى سعر أكيد عالي. حرصنا على هالشي أكيد، لأنه بالنهاية بدك تسمحي لأكبر عدد من الناس يقدروا يشوفوا هالحفلة، وكنت مش عم معمولة يعني لنوع معين من الناس. وكنت عم بتابع البيع اللي عم بصير بالفيرجن أكيد بأول عم بتابع نهار. كل شيء من الألاف للي، يعني من أصغر مسمار لأكبر شو بعرفني أنا. وكيف طاروا البطاقات من أول لحظة؟ لا لكن هلأ في شيء أكيد كان في إشاعات كتير كمان. نعم. يعني أول ما انفتح البيع صار هجمة كبيرة، وأول نهار راح 6000 بطاقة. ودغري طلعت إشاعة من إحدى الإشاعات أصلي اللي طلعت إنه سولد أوت. ما بقى فيه. وطلع ترافق مع إشاعات عن زياد وعن فيروز، طلع إشاعة غريبة عجيبة وإنه آخر حفلة، ويعني كل شوي كان عم يطلع شيء بظرف شي 3 أيام كثافة إشاعات أي شيء يوقفوا البيع. يعني هون كان لآخر لحظة كان باقي في بطاقات؟ مش لآخر لحظة بس إيه ضل في بطاقات، لأنه حكى كتير عن سوق سوداء. بعدين في شغلة إنه فتح أونلاين مأخر عن الفعل يعني. وهذا كمان كان مدروس، لأنه بس تفتحي يعني بس يجي شخص يوقف من الساعة 4 الصبح ينطر دوره ليفتح الفيرجن وليفوت ويوقف بالصف ويشتري، هذا كيف يعني إنه بدك تميزيه عن اللي قاعد ورا مكتب عم يتسلى أونلاين وعم بيشرب نسكافيه وعم يشتري على الرأي ويشتري على الرأي. هيدا من الإشاعات كمان اللي انحكت، إنه أو ما بعرف إذا إشاعات، يعني انحكى عن سوق سوداء صارت بآخر أيام. هيدا ولا أنا هلأ سمعتها بعد الحفلات، بس لا ما مش على علمي صار. يعني عم بيقولوا إنه دوبل سعر ال مبزن، يعني مبزن صارت. أنا يعني بدي أتأكد، بدي أسمع حدا مشترى عن جد ويقول لي من مين ومن وين. بس مبزن صار سوق سوداء، وإذا صارت على صعيد فردي، يعني ما فيك تضمن إذا واحد شاري بطاقتين وراح بيعهم بدوبل السعر، طب إنه شو بتعمل؟ مش يعني ما ذنب حدا. فريق العمل اللي كان عم يشتغل معكم كله جديد كمان، لأنه ايه؟ الفرقة اللي كانت قبل ما قدرت أنها تكون ايه؟ مع ست فيروز. ايه؟ وكان كل الأكيب جديد كمان، يعني بهذا الوقت الزمني القصير. ايه؟ كيف قدرتوا تزبطوا كل هالأمور يعني مع فريق عمل جديد؟ ما عم قلي كان شيء يعني صراع مع الزمن، شغلة ولا شغلة، يعني عم تكتشفي انه هي مش زبطة وهي مش زبطة، كأنه كل شيء عم بيساعدك لأنه ما تعملي الحفلة أو لأنك تلغيها. نعم. أو تأجليها، وما كان وارد هالشي، فصرنا يعني نتكيف مع كل شغلة بشغلتها بس تصير. في كتير قالوا إنه هيدا هالحفلتين يلي صاروا ب7 و8 تشرين هن مثل رد على كل الحملات اللي تعرضت لها السيدة فيروز والتوقيفات والمضايقات يلي تعرضت لها قبل ما يصيروا هالحفلتين. أنتوا كمان بتحسوا نفس الشي إنه كانوا رد؟ لا ما إنه رد، ليش بدنا ناخد إنه رد؟ حفلات كان لازم يصيروا ويصاروا بشكل طبيعي يعني. ايه اكيد. طب الناس كأنه حسيناهم هيدا المرة يعني كان في اندفاع كتير قوية على الحفلتين، يعني قدي كان في تقريبا عدد رسمي من احصيتوه انتم من قبلكم؟ حوالي 7000، 7000 وشوي يمكن بكل حفلة. بكل حفلة يعني. حسيتي انه اللي صار مع ست فيروز والخلافات يعني هي كانت عم بتعيشها بس طلعت على علن بوقت من الاوقات، هي اللي دفعت الناس يجوا بهالقوه على الحفلتين؟ لا ما بظن، لانه مش اول مره بيجوا الناس بالقوه على الحفلات يعني. يعني عاده هيك بتصير. ما كانوا دافع ومحرك ليجوا بشكل اكبر؟ لا ما فيني اجاوب عن الناس، ما بعرف، بس انا لا يعني بحس انه عادي.
عادي. الملفت بهالحفلتين انه ما نعمل لهم اعلانات، يعني ما خبرتوا عنهم كتير، ما حكيتوا، ما كان في دعايات على التلفزيون، كنت اقتصرت بعتقد دعاية بس على الفيسبوك. إيه مزبوط مزبوط مزبوط. ونزلنا بعدين بيان من فيروز برودكشن يعني اعلنا عن الحفلات. طب ليك اعتمدتوا هاي السياسة، يعني سياسة عدم الاعلان عن الحفلة لعدة اشياء؟ يعني انا حسيت انه كافي كان البيان، فلشو الإعلان؟ ما كتير بحب الإعلانات. حتى سبونسور ما كان فيه للحفلة. مجرد ما وجد السبونسور يعني صار عندي كمان شو طلبات السبونسور. عرفتي؟ إذا فيك أنت تقومي بهالحفلة بدون ما تعوزي السبونسور بتخففي عن نفسك مشاكل. يعني الحفلة كانت قادرة إنها تكفي حالها بحالها من دون حدا. تكفي حالك بحالك. نعم. لشو سبونسور يعني؟ يعني بس هيك انه في مدخول اضافي ما بدنا اياه. ما نحن عم نشتغل فن مش تجارة. طالما هيدا الفن قادرة انت تحطي له كل المواصفات اللي بدك اياها وتقدمي وما تخسري، اكيد انا ما عم اقول نخسر يعني، بس ما بيكفي بيكفي. بخلال تحضير للحفلة يعني بالبروفيت وبهيدي العجقة اللي عادة تسبق الحفلة قبل ما يجي وقتها، ست فيروز كيف بيكونوا تحضيراتها؟ يعني كل قد ايه مثلا بيكون في عندكم بروفيت بالنهار؟ كل يوم بلشوا البروفيت قبل بسبعة ايام يمكن، بمعدل بروفتين بالنهار، يعني بدك تقولي حوالي سبع ساعات تمارين على الحفلة كاملة، يعني على كل الأغاني. يعني بترجع يعني بتبني الغنية، يعني كأنك عم ترجعي تشتغلي الغنية من تاني وجديد. أكيد. والناس انتبه كمان بدي أقول لك شيء، إنه كمان الناس يعني الموسيقية والفرقة ناس بالنهاية، يعني كمان صايرين مثل الناس، يعني بيتعبوا قوام، إنه عرفت كيف؟ إنه بحسوا إنه التمارين كتار. يعني فيروز هي الشخص الوحيد اللي ما بيتعب، ما بتحس قد ايه مرق وقت، ويعني طالما بلشت من اول دقيقه بروفا لاخرها كانه مرق خمس دقائق، انه فيها تقدر تكفي اذا ما بتقولي ستوب مثلا خلص الوقت. اذا ما تعبوا الفرقه هي ما بتتعب. لا الفرقه كتير بيتعبوا، الفرقه مش عم بيصدقوا انه بعد في، يعني بس نقول انه بعد في، انه بعد في ساعه مثلا. انه الفرقه يعني ما بيكونوا مصدقين هالشي بالقلب، يعني هي ما بتكون مصدقه انه بس بعد في ساعه، وهن بيقولوا مش مصدقين انه بعد في ساعه بصير لهم بعد هالغنيه. كيف تعطيها مع الفرقه؟ وبعدين ما عندها نص، يعني ما في انه هي تجربه مثلا تنسمع الكمانجات شو عم يعملوا هون. تكون لاحظت مثلا غلطه وعم بتعيد لتسمعها، لتسمع وين يعني الملاحظه يعني. بس بقى مجرد ما بلشوا يعيدوا بتكون رجعت تغني كله كانه هلا حفله وناس، يعني ما في انه هلا قاعدين عم نتمرن، كله كتير كانه اجوا الناس. ممنوع يعني. الغلط يعني، ممنوع الغلط وممنوع التعب. اذا صار غلط معين كيف بتكون ردة فعلها؟ بتعصب بسرعه ام بتستوعب؟ حسب، ما فيك تعرفي، ما فيك تعرفي، ما بتعرفي ردة فعلها كيف بتكون. لا بس انه ما بتحب الغلط وما بتمرقه، بتضل تعيد ليصير مثل ما بدي اياه. اذا حدا تزمر قدامه انه تعب كيف بتكون ردة فعلها؟ هلا ما بيسترجوا يتزمروا انه تعبوا كمان، ولو يعني انه بيشوفوها هالقد كلية وقاعدة ومع، يعني حتى الفرقة بيروحوا بيتمشوا بيرجعوا انه هي قاعدة وعم تتمرن، انه ما في استراحة كأن، يعني انه ولو انه بيعود حدا له عين يقول انه تعب، مع انه اشكالهم بتوحي بشي وعزفهم كمان اوقات يعني بتصيري اوقات كل ما عم تتمرن يعني كأنه عم نرجع لورا، يعني كأنه هلأ بلشنا. ايه وطبعا في تظبيط الصوت وفي الاضاءة وفي المونيتورينج على المسرح اللي هو شغلة بحد ذاته يعني. بالكواليس ريمات كيف بتكون سيدة فيروز قبل ما تطلع على المسرح؟ يه ما اسمها كواليس شو هالسؤال؟ طب ما عليه. هلا في بعد عندها رهبة المسرح؟ اكيد اكيد، على رغم كل هالطلعات ما في كل مرة كان والحفلات أول مرة. اللي كل مرة كان اول مرة منضاف الى المرات السابقة اصعب، يعني اكيد في رهبة وفي خوف وفي، ما فيك تكوني انسان مسؤول وما عندك هالرهبة والخوف.
خلينا نرجع للحفلتين للاشياء اللي صارت معكم بالكواليس وخارج الكواليس كمان، لانه لاحظنا انه التنظيم كان كتير دقيق، كان في كتير طلبات طلبتوها من الناس قبل ما يفوتوا على الحفله. كتير والله. كان ممنوع السلولار، ممنوع الكاميرا، بس ايه سمعتوا ما انتقادات. هودي حق. لا ليه؟ طبيعي لكن هيك. ليه طلبتوا هالطلبات؟ اول شيء اللي فيت يحضر فيت يحضر، ولا فيت يحكي على التليفون مثلا اكيد فيت يحضر، ما هيك منطقيا يعني هيك. فشو بده خوفا كمان بالتليفون؟ على الحقوق او على سرقة اكيد الالحان اكيد اكيد، لانه اليوم ما بيخفى عن حدا صار اي تليفون فيه كاميرا وفيه تسجيل، عدا يعني عن انه في بعض الناس بتفتح التليفون وبتحكي وبترد وبرن وبتسمع الحفله، وانه في حرمه بطلت موجوده عند الناس، يعني صارت يمكن تابعه لهالزمن. يعني طبيعي يعني انه الزمن افسد العالم، ايه ايه فبطلوا اكيد بطلوا اكيد بيفوتوا على حفلة وبيسمعوا لها يمكن مثل قبل، لأنه ايه في هاي تماما، الظروف يعني الجديدة. انه صار في هالاشياء اللي صاروا الناس بدو يستعملوها كل الوقت. بالأمور التنظيمية يلي صارت هي قصة التأخير، كنتوا كتير كتير ملتزمين بالوقت، إنه 8:30 وهذا بتسكر الاصول الدخول، وهذا الاصول ولكن صار في تأخير على الرغم كل هيدا الشيء. قلنا انه الناس بدهم يساعدوكي، لان انت بتنظمي، بس اذا الناس مش عم بيساعدوكي بالتنظيم كيف بتنظمي؟ اذا واحد واصل مأخر مفروض يضل برا ويفوت بوقت معين، يعني ما فيك تأخري كل الناس لانه في واحد تأخر، او 10 او 100 او اللي بدك، يعني مش هو واحد بس. هاي الفكرة انه بتعلني عن وقت اذا ما بلشتي فيه. طيب كمان وين مصداقيتك؟ مرت الجاي كل الناس بيقولوا بيعلنوا هيك بس ما بيجوا، ساعتها كلهم بيتأخروا، فبدك تبلشي من مطرح بتعلني 8:30 وهدفك تبلشي 8:30 وبتعملي هالشي. بس إذا في 1000 واحد واقفين برا عم يشربوا قهوة مثلا، أو بعدهم عم بصفوا سياراتهم. بالنسبة يعني للبرنامج الفني ريما، يعني لاحظنا انه البرنامج الفني ابتدى باغاني جديدة او اغاني من ريبرتوار زياد الرحباني مع السيدة فيروز، وانتقلتوا رجعتوا للقديم لريبرتوار الرحابني الاخوين الرحباني. لكن الاعتماد على هيدي الاستراتيجية، يعني تبلشوا مع زياد وتنهوا مع الاخوين، تغيير شكل بعدين انه مش كل شيء دائما له شيء، مش كل شيء له تفسير يعني برايك. ايه يعني العالم بيقدروا يسمعوا فيروز مع زياد فقط اكيد لا كان غير. في يخلص البرنامج بالنسبه لي بالفصل الاول وما كان تغير شيء، وما كان تغير شيء بالنسبه للناس. ايه طبعا مش هيك حسيته. وحتى يعني بنلاحظ انه كان في تكتم شديد من قبلكم على برنامج الحفله. ما في مره فيروز بحياتها علنت سلف شو برنامجها، يعني صار ينقال انه ليش مش عم ينعلن على البرنامج، وبحياتنا فعليا ما اعلننا سلف شو البرنامج وشو رح تغني. هي من ميلة. من تاني ميلة يمكن ايه اصرينا يكون فيها المرة تكتم بعد اكتر، لانه بالنهاية ما انه مهم شو رح تغني فيروز، بعتقد انا هيك بشوف المهم انه رح تغني، بس شو ما يجوا يكتشفوا. يعني هي من احدى الاشياء الحلوة انك جاي تعرفي سلف شو رح البروجرام، ما هي من ضمن الحفلة انك تكتشفي شو عم بيصير. يعني تصوري تيجي تحضري مسرحية بتعرفي نهايتها سلف، كأن هيك عم بتقولي انه هيك انا برأيي. طب زيادة رحمن ليه ما شفناه على المسرح؟ سيقبت، ما مش كل مرة بيكون زياد على المسرح، يعني مش شرط. في كتير حفلات تانية ما كان فيها زياد على المسرح، بس زياد كان، وهذا المهم. على المسرح او مش على المسرح ما بهم، كان هو المشرف على الحفل وعلى الاغاني وعلى البرنامج الفني اللي راح يطلع. ايه اكيد اشرف، ما يعني ولا سبب صحي ولا سبب لا انه لا هو لا مثلا لا. حابب انه ما هودي اشاعات. في ناس قالوا انه كثير كثير طلع اشاعات على زياد، يعني على كل إن هذا منه شيء غريب، دائما بس يكون في عمل لفيروز دائما بيترافق هالعمل مع اشاعات. فهالمرة كان له زياد حصة كبيرة من الإشاعات. يعني في تفسيرات بتقول مثلا انه يمكن زياد الرحباني حب انه ياخذ مسافة من هيدا من هالحفلتين او من اضلالة السيدة فيروز. برضو إشاعات. وين هود اسمها ياخذ مسافة على المسرح، يعني كما يكون حاضر ابدا على المسرح. ما بهم اذا يحو على المسرح او بالكوليس او بالصالة، كان موجود زياد يعني.